معكم اليوم 18 مارس لعام 2022 من داخل قاعة طيبة مول وفعاليات المؤتمر الدولي العلمي المجتمعي لكل ما يخص الإعاقة وحقوقهم برئاسة الدكتور محمد رفاعي. لقائنا مع مهندس محمود وحيد رئيس مؤسسة معا لإنقاذ إنسان، هيكلمنا أكتر عن مشاركته في مهرجان الإعاقة النهاردة. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. كلمني عن مشاركتك النهاردة في المؤتمر وشايفه إزاي في نسخته الأولى. أنا شايف مؤتمر هادف جدا وبيتكلم عن قضية تهم كل المجتمع، لأن إحنا حتى يعني حرصنا على المشاركة فيه رغم أن المؤسسة بتاعتنا مش خاصة بخدمة أهالينا أصحاب الهمم، ولكن إحنا خاصين بخدمة أهالينا المشردين بلا مأوى، الناس اللي موجودة في الشارع، ولكن جزء كبير جدا من الناس اللي إحنا بناخدها من الشارع بيكونوا من أصحاب الهمم، فكان يهمنا جدا إن إحنا نشوف إيه حقوقهم، إزاي نشارك في مساعدتهم، إيه المشاكل اللي هي بتواجههم وإزاي طرق حلها، وده يعني جزء أصيل من كيان مؤسسة معنا لإنقاذ إنسان ومن الأشياء المهمة اللي احنا بنهتم بيها. إزاي شايف مثل هذه المؤتمرات والمنتديات ممكن تساهم في تغيير النظرة لذوي الهمم، وإحنا مش حابين نقول الإعاقة، حابين نقول ذوي الهمم زي ما أطلق عليهم سيادة الرئيس؟ طبعا يعني بتفرق كتير جدا من حيث التوعية للمجتمع، يعني النهاردة احنا بنوعي المجتمع ان حقوق اصحاب الهمم ايه وواجباتهم ايه وايه اللي مفروض يحصلوا عليه، وفي نفس الوقت بنوصل صوتهم للجهات المسؤولة. النهاردة شفنا مشاركة من وزارة التضامن الاجتماعي وشفنا مشاركة من وزارة الشباب والرياضة، وانا بمثل المجتمع المدني كمؤسسة اهلية، فكل ده بيعمل حراك وبنحاول نساعدهم بشتى الطرق، وفي نفس الوقت حتى غير أصحاب الهمم بنعمل لهم شكل توعوي إزاي يتعاملوا مع أصحاب الهمم، وإزاي يعني حتى لو مش هيساعدوهم بشكل مباشر يبقى في مساعدة بشكل غير مباشر. كلمة حضرتك توجهها النهاردة للمؤتمر والقائمين عليه ودكتور محمد رفاعي. بشكر جدا طبعا دكتور محمد الرفاعي، النهاردة مؤتمر جميل جدا، شرفت بوجودي معاهم وبشكر كل القائمين على المؤتمر. نشكر حضرتك ونتمنى لك مزيد من النجاح. شكرا.